خلي بال حضراتكم، صادرات مصر من الفراولة الفريش يعني الطازجة بلغت حوالي 40,000 طن خلال العام 2022، وده إنجاز حقيقي. أما صادرات الفراولة المجمدة فتجاوزت 130,000 طن بالتمام والكمال، وده خلى مصر من أكبر 10 دول على مستوى العالم في تصدير الفراولة الفريش والمجمدة. أنت اللي بتودي بالعمولة؟ ولا في شركة بتاخد؟ لا، في شركة بتاخد تودي بالعمولة، بس أنت مالكش دعوة، أنت بتاخد فلوسك. ماشي، أنا بناخد فلوسي، ما هو ده بيرجع بالسلب عليا برضو. هو أنت بتحاسبه حسب الطن عمل كام بره؟ هو بيشتغل بيحط سعر على السعر الموجود بره. بمعنى؟ لا فهمني بالراحه. يعني مثلا سي مثلا النهارده الفراوله في السعوديه مثلا ب 20 ريال. بيرجع بيعمل هو كرتونه اللي هي 2.5 كيلو. بيعمل هو تكلفه مثلا، بقول مثلا الكرتونه مثلا هتمشي معايا ب 80 او ب 90، ده سعر النهارده. المشكله الكبيره ان اللي باخده النهارده قدامه 6-7 ايام على ما يبقى في السوق هناك. يا عالم بقى بيه، ممكن على ما يوصل السوق يكون السوق وصل 10 ريال، وده كله بيرجع لايه؟ لعدم تنظيم عملية التصدير. يعني لما مثلا تبص تلاقي مثلا أكتر من 100 مصدر كل واحد معاه ببراد بردين وبعتهم على سوق ما يستحملش 4 برادات 5 برادات، يلاقي فيه 30 براد 40 براد. أنا بنعمل إغراق للسوق بإيدي لأن أنا ما عنديش حد ينظم لي، أو ما عنديش أسواق. الأسواق موجودة كتير. طب ليه؟ بس هو كله كله متكتل على السعودية لدرجة ان السعر يقع. ما هو كله في توزيع كتير، بس هو يعني مثلا زي ما تقول ان احنا عاملين زي اللي في مركب مخرمة، ان الناحية دي امان كله روح الناحية دي، تميل تجيب مية يجي كله راح الناحية دي. طبعا النت شغال والتليفونات شغالة، اللي عنده براد يجي مودع السعودية يجي نزل السعر يرفع في حتة تانية وهكذا. لا برضو راجع لعدم عملية تنظيم عملية التصدير. طيب دي أسواق الدول العربية. تمام. شايفك بتعبي بانت بمواصفة معينة رايح أوروبا، صح؟ شركات تصدير هنا مصر أو محطات متعاقدة معاك، تجيلي في البانت ده وهو بيروح يفرز تاني ويطلع العيوب ويصدر لأوروبا. مظبوط. أوروبا اللي هي بقى أوروبا، إنجلترا وفرنسا الأسواق الكبيرة، كل دول أوروبا ولا شرق أوروبا بقى والدول اللي هي بتاخد بأسعار محددة برضه؟ هي كل الدول بتاخد شغل، وكل دولة بتاخد مواصفات معينة وبتاخد صنف معين بسعر معين لشركة التصدير، بناء عليه بحدد السعر اللي هو بيدولي. يعني سعر أوروبا النهاردة أحسن من الدول العربية؟ أكيد مثلا؟ أكيد أكيد، هو طول عمره أحسن من سعر الدول العربية. ما ده طبعا رغم المواصفات بقت قوية جدا بأوروبا، مع الرغم أن فول الموسم سعر الدول العربية بيبقى أحسن من سعر أوروبا، في حين أن أنت بيبقى مثلا الإنتاج لسه قليل، العرض هناك مش كتير، بياخد حقه في السعر. يمكن بيبقى أغلى من دول أوروبا. طب أنت لسه في تلت الموسم الأول، التلتين اللي جانا تعمل فيهم إيه؟ التلتين اللي جانا ده بنبقى داخلين على موسم التصنيع. بياخدوها بكام بقى؟ والله هو فيه مصانع بدأت النهاردة في سعر 30 و32، وفيه مصانع شغالة 33. الكيلو ولا الكرتونة 2.5؟ لا ده ده كيلو مجهز، يعني الحباب تنقطع كده قبل حضرتك، بينشال منها الكاس بتاعها بالسكينة، بتروح جاهزة على التجميل. يعني احنا عندنا تصدير وعندنا مصانع وعندنا سوق محلي. تمام، صح كده. تمام، التلاتة بيجزوا معاك في نهاية الموسم ده اكيد، ولا بتطلع خسران؟ والله الحمد لله. بص يعني بنغطي 350,000 ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ما احنا اول مره نصرف 350,000 مش عارفين نحلمهم ولا مش هنلمهم. طبعا مع تغيير سعر العمله في الاسواق الموازيه كله بسعر على سعر العمله باعتبار ما سيكون، حتى مش باعتبار ما الموجود. انت النهارده بتزرع الفورتونا والسنسيشن والفيستيفال، الثلاث اصناف دول ليه في ارض واحده؟ ليه ما ركزتش في صنف المفروض ان هو نجح معاك جدا وسوقه مفتوح في كل اوروبا في الدول العربيه؟ كل صنف من دول ليه فتره بينجح فيه. يعني عندي صنف السنسيشن هو مطلوب في التصدير لدول اوروبا. يعني انت بتتسند على كل صنف فتره معينه؟ معلش، انا النهارده بنزرع صنف السنسيشن لانه هو مطلوب للتصدير الفريش لدول اوروبا. طيب انا لو يعني موسم التصدير هيخلص معايا مثلا في شهر فبراير مثلا، طبقت الموسم، معلش صنف الفستيفال هو اللي مطلوب للتصنيع يليه الفورتونا، فدول يسددوا معاك في التلت الأخير من الموسم. مثلا بناخد مثلا بداية الموسم في تصدير أوروبا من صنف السنسيشن مثلا، دول عربية بعض الدول في أوروبا بتاخد صنف الفستيفال والفورتوني. بعد كده المصنع بياخد الفستيفال بسعر عالي، والسنسيشن في بعض المصانع بتاخدها مثلا تقطيع أو حاجة زي كده أو عصير أو كده بسعر أقل. يعني هي العملية عملية توازن، ده غالي النهاردة ده رخيص، ده غالي بكرة ده رخيص.